جولة في ساحة مكتبة الإسكندرية. ده المبنى، المكتبة نفسه. ده تمثال الأشرعة البيضاء، فنان فتحي محمود، أمام مكتبة الإسكندرية مباشرة. ده مبنى قاعة المؤتمرات، ده القبة السماوية فيها عروض، مدخلها من تحت. طب والله العظيم حلو. بعض الأعمال الفنية، ده تمثال زي العاصفة. لا يا عم انا مروح اصلا، يلا. الأسقف بتاعتها فيها إضاءة في مواجهة البحر. في ساحات خارجية لمعارض الكتب، في قاعة المؤتمرات. ده تمثال اسكندر الأكبر. ملامحه فيها قوة. هذه القبة الفضوية من بعيد. دي الساحة مكتبة الإسكندرية.